عمر الحوبي استاذ التربيه التشكيليه. جينا هنا لمدينه تيرودانت كنشاركوا في هذا اللقاء في الندوه اللي الموضوع ديالها هو التلاقح الموجود ما بين الامازيغيه والحسانيه. وحنا شاركنا في هذا المعرض بعد الاعمال ديالنا في اطار تعبير عن الامازيغيه، التلاقح اللي كاين ما بين الفكر والتوجهات البربريه في نفس الوقت مع الحسانيه. والتلاقح هذا كيعطينا واحد مجموعه ديال الاشياء ومواضيع وتعاملات وتصرفات وافكار، وفي نفس الوقت كلمات ومصطلحات ومسميات اللي كت تبين لنا بان العلاقه ما بين الحسانيين وما بين هذا الامازيغ هي علاقه اللي تاريخيه جدا، وكاين بزاف ديال الامور مشتركه، كاين الامور مشتركه. فوالا حنا جينا باش ندعموا هذا اللقاء هذا بدل لوحات فنيه اللي في الغالب هي عباره عن رموز وعلامات اللي مرتبطه بالكاليغرافي بغداد. وفي نفس الوقت هذه الامور كانوا جاتها في الحنه، كانوا جاتها في الوشم، كانوا جاتها في الزخرفه الداخليه ديال البيوت، وهذا مكان. وكنتمنى بحال هذه اللقاءات يكونوا يبقاو يتعاودوا ويكونوا كثار، وهذا هو نتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع.